غادي ولدي للحبس، غادي ولدي مظلوم ولدي. خويا المشكل اللي عندنا داك العام اللي فات كانوا واحد الناس ديال الشاروك جاوا هجموا هنايا مولاي رشيد. ولدي راه حتى شي حاجه عباد الله ما دايره ولدي راه غادي ليا مظلوم وكاك للحبس. جات دازوا رجال الامن شافوا الموطور جاي وراك، قلت له يلاه نمشي نشوف خويا، قال لي طلع معنا حي الصناعي شي يجيب لك الوريقه. انا ما كنت حاجه تعيط كان على المضاربه شويه وما يقولوا لي لا راه ديك الطوموبيل اللي تكفات شويه. وحدوا لي التليفون، حدوا لي التليفون، ضربوا لي المينو. قلت لي مالك خويا ضربتي المينو؟ قال لي تاك عارف شديك شنو داير. قال لي عندك مشكل ديال ديك الناس اللي جمعوا لكم التشارك لهنا للمولاي رشيد محاوله القتل. انا بغيت نبينوا الحق فيهم، انا بغيت الحق. حيدوا لي انا المينو، ركبوا لخويا. يعني انا بينو بين المشكل اللي وقع بينو بينو نهار باش خرجت. كون خرجت ديك النهار كون انا اللي في هذاك المشكل. تظلم، انا بغيت نمشي للسيد وبغيت السيد يسمعنا. السيد يسمعنا. انا ولدي راه مشى الظلم، راه مشى الظلم بعيبك. هذاك الطبيب قال لي انا غادي تخرج، قال لي انا زوجك انا غاتخرج ان شاء الله. قال لي ابصم ابصم، تلقى راسي خويا ملخبط لي المشكل ديال دوك الناس اللي تهاجموا في مولاي رشيد. كوالي وشوالي، راه ما درت شي حاجه. اولدي كان عاس، اولدي كان عاس، كان شهود اتصل بي احد وخويا قريب يتحكم، ما اتصل بي حتى شي واحد. عيط صابر غير نعيط لكم نتوما باش ان شاء الله الا كان من السيد حموشي يدخل لينا في هذا. حموشي اللي بغيتي اسمع مني واتبع الحق، واتبع الحق، واتبع الحق. السلام عليكم خويا، انا اسمي عبد الرحيم شرافي، خويا احنا في ساكنه مولاي رشيد شارع بوزيان. خويا المشكل اللي عندنا داك العام اللي فات كانوا واحد الناس ديال الشاروك جاوا هجموا هنايا في مولاي رشيد على اساس شي هجره ما هجره. ناضوا هذوك اللي في الشاروك جاوا هجموا هنايا، ناضوا الدراري ديال هنايا الساكنه ديال هنايا، ضربوا بعضياتهم، قلبوا شي طوموبيل، ضربوا شي دري راسو، دخلوا على دوك الناس اللي دايرين ولفطوا خويا المنتيب. كان خويا هنا شاد العسه، انا كنت معتقل، داس على مده شحال. خويا شريت لي موطور مني خرجت من السجن، شريت لي موطور، عسيت مع واحد الشهر هنا نهار، انا نهار هو نهار، شريت لي موطور. يلاه حطينا الموطور مع السيد هنا، مشى خويا كتبوا وياه. جات دازوا رجال الامن شافوا الموطور جاي الوراق، قلت له يلاه مشي كتب خويا. قال لي طلع معنا حي الصناعي شي يجيب لك الوريقه. اش قلنا لي ماشي مشكل. طلعنا قالوا لي ياك عيط لخوك الضابط ديال الحي الصناعي. قال لي ياك عيط لخوك، عيط لخويا، قلت لي جيب لي الوريقات. شويه وحدوا لي التليفون، حدوا لي التليفون، ضربوا لي المينو. قلت لي مالك خويا ضربتي المينو؟ قال لي تاك عارف اش داير. قلت لي شنو داير؟ قال لي عندك المشكل ديال ديك الناس اللي جمعوا لكم في التشارك لهنا لمولاي رشيد محاوله القتل. قلت له سيدي انا ما كنتش معاهم. قال لي باش نعرفك ما كنتيش معاهم؟ قال لي تكتي. عيط خويا، قلت لي جيب لي معاك ورقه ديال لاكلاس ديال السجن. لان خرج جابها مع خويا، جابها معاه. شويه حيدوا لي المينوط، انا ركبوا لخويا. قلت له اش من مشكل عنده هذا؟ قال لي لا كانوا انا مبحوث عنه وطلعت ليه في السيستم، ما خصوش يطلقني، يعني انا اللي داير. جاء تليفون من عند واحد رجال الشرطه من ضابط من لابيجي، جاء قال لي هذاك السيد عارف. ديجا صيفطني بشهرين فابور ما دير فيها شي حاجه. ما امتى غادي نتفاجئ من الدين بهذيك الشهرين؟ قال لي راك عندك واحد المشكل بان واحد الخليب انك بعتي لي شطره. انا ما بيني وبين شطره بالخير، ديجا كنت نبيعها وحياتهم عايشين نبيعها، وعندي عسه عاس الحمد لله. امتى غنتفاجئ؟ تمشي عند الوكيل، انا ما مسيني ما باصم، وصلت عند الوكيل وقال لي راك انت معترف بهذيك بانك تبيع شراب. قلت لي لا استاذ ما معترفش. قال لي انت باصم؟ قلت لي ماشي ديالي. قال لي نعبروها؟ قلت لي نعبروها. قلت لي وزيدونا الصوابق ديالي؟ تلقاني كلهم تنسيني فيهم، ما انا تنقرا قاري ما تنبصمش، ماشي امي. قال لي يا سيدي تسنى، عاود تسنيت، المهم هو يقدمني اعتقلني. هذيك دزت فيها خرج يبان وقع عليك المشكل ديال لقيت المشكل واقع ديال الطوموبيل. المهم دينا الموطور قلنا الحي الصناعي، جا خويا حيدوا لي انا المينوط، ركبوا لخويا. لقاني انا بينو بين المشكل اللي وقع بينو بينو نهار باش خرجت. كون خرجت ديك النهار كون انا اللي في هذاك المشكل. ما عليناش صافي لفطوا لخويا. انا خويا ما عرفتش علاش غادي. قلت له علاش غادي؟ قال لي راه واحد المشكل بينو بين السيده، هي بالفعل كاين جارتنا مع الوالده ديكلارات فيه.
قال لي نجيب لي تنازل. جبنا لي تنازل تبعنا لي لابيجي. قلنا راه غيخرج هذاك الضابط. قال لي راه غادي تخرج. قال لي تنازل جاك راه غتخرج ان شاء الله. قال لي ابصم ابصم حتى القراسي القراسي خويا ملفط لي مشكل ديال دوك الناس اللي تهاجموا في موليرشي على قبل داك المشكل ديال الهجره. هو ما داير فيه مشكله بيد ولا برجله. كان هنا في العسه والناس اللي كاينين حاليا باقي تيدوروا ودازو يمكن اللي تشد تشد على شي حاجه اخرى وتشد ابتدائيه. ودابا حاليا واحد يلا تشد مؤخرا هو داز ابتدائيه وكاين في الفيديو عنده شهود مزورين. الفيديو عندي باش نوريه لك نوريه لك عندي الفيديوهات. انا ديجا دفعت شكايه بهذاك الضابط ديال لابيجي دفعت بيك بالمتسقل انا دفعت بيه التزوير. المهم دفعوا لي الفيديوهات من الرباط دفعهم لي الخبره. مشيت للولائيه انا والوالده ديالي مشينا للولائيه صنتوا لي قال لي واش غتسمح لي. قلت لي ما غنسمحش ليه. هو مرفض خويا موتي ما غنسمحش ليه. قال لي واه انت. قلت لي كيفاش غادي نعرف انا باش يعيط لي الوكيل العام. قال لي عندك محاميه. قلت لي عندي محاميه باقي الا حالي الا حد في هذا ما اتصل بي احد. وخويا قريب يتحكم ما اتصل بيا حتى شي واحد. بقيت صابر غير نعيط لكم انتوما باش ان شاء الله الا كان من سيد الحموشي يدخل لينا في هذا الشيء. فدير فوا حنا شي نقول شي نقول راه اليوم غدا غيخرج اليوم غدا غيخرج مع القضيه التحقيق تبان الحقيقه. يعني تبان داك الشيء الرباط المسؤولين الكبار. ساعة ما جاوبني حتى شي واحد ما جاوب. ديجا مشينا عند الوكيل العام في السيناب انا والوالده حيت علاش حيت تبعنا الشكايه بهذاك الضابط بان لفات الخويا التهمه. هذه ماشي من حقنا. كاينين الفيديوهات والناس اللي كاينين علاش ما ديهمش. واش الفلوس واش الفلوس فوق من القانون ولا القانون اللي فوق من الفلوس. هادشي اللي بغيت نعرف انا. والدليل دابا باش تعرفني انا راه شكيت على صواب التزوير واحد يلا تشد مؤخرا راه هو ديز ابتدائيه وهو كاين في الفيديو وشهود مزورين دايرين ثلاثه شهود مزورين حاليا كاين في الفيديو نوريه لهم. كاين دابا حاليا في الفيديو باش تعرف راه كاين تزوير في هذا الدوسير. انا تنطلب من السيد الحموشي ياخذ لي حقي وحق خويا. انا سيدنا سيدنا انا بغيت يوصلوا هذا الميساج هذا. السيد الحموشي بغيت يتدخل. مد فؤاد ولدي راه غادي مظلوم غادي ولدي الحبس غادي غادي ولدي مظلوم ولدي ولدي ولا هز ليا الكراهه ولا هز ليا كل شيء ولدي. ولدي راه ما داير والو ولدي. ولدي راه بالك ويبكي وانا بالك نبكي منه وملي. ولدي راه حتى شي حاجه ما دارها ولدي. ولدي راه حتى شي حاجه عباد الله ما دارها ولدي. ولدي راه غادي ليا مظلوم وكاكل الحبس. يمشي ظلم. انا بغيت نمشي لسيدنا وبغيت سيدي يسمع لنا. سيدي يسمع لنا. انا ولدي راه مشى ظلم. راه مشى ظلم مع عباد الله. راه كواني وشواني. راه ما دار حتى شي حاجه. اولدي كان عاس. اولدي كان عاس كاين الشهود. كاين الكاسيط كاين كلشي. دابا مشروط عام عام وشهر عام وشهر. راه كوا ولي فيه وشوا ولي فيه ولدي. راه كوا ولي فيه وشوا ولي فيه ولدي. الحموشه الا بغيتي يسمع يسمع مني ويتبع الحق ويتبع الحق ويتبع الحق. ما بغينا حتى شي حاجه بغينا الحق. كاين الشهود كاين الكاسيط كاين كلشي.